عليكم. اليوم مازال باقي مستمره الحمله ديال التحسيس والتوعيه، وخاصه المقاهي اللي كيبقاو حالين رغم فرض عليهم تعليمات باش ما بقاش يكونوا حالين. كاين عطاتنا اخبار بان كاين بيار ما بغاش يتاتل او كيخلي داكشي سري. جريفات، حي جريفات. احنا متواجدين حاليا بحي جريفات. حاليا بعيد المكان حاليا كنتواجدوا في حي جريفات نفطر الحمل اللي كتقوم بها الدوائر ما بين الملحقة السابعة والملحقة الثامنة. هذه النقط السوداء اللي كاينه في حي جريفات. الله يلا نمشي بحالك نتعوج علينا.
حاليا متوجهين النقط السوداء اللي كيتجمعوا فيها، مازال ما بغوش يوعوا بان الوباء راه خطير. سي 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 س
انتم عارفين هادشي ديما عارفين ديال سميتو ديال
مستمرة وحاليا راه متجهين لحي قرية شمش. نتمناو من عند الله الناس هادو شوية يمتثلوا التعليمات، هادشي راه في الصالح دي.
كنتواجدوا حاليا في حي الصفا. Thank you.